الست أم محمد كانت في عمرة وحلمت الحلم اللي هي قصيته علينا، وناشفت الحجر الأسود ودخلت وكأنها دخلت فيه واغترفت منه. يعني أنا مش بتاع، يعني مش لا أفهم يعني أو لا أعبر الرؤى، لكن ما أستشعره من هذه الرؤية إنه رؤية الحجر الأسعد على الصورة اللي حضرتك ذكرتيها أنها بشارات وأنها دلالة على قبول هذا العمل الصالح، وهي أدائك العمرة اللي حضرتك قمت بيها. وربنا سبحانه وتعالى لما تكلم في سياق الحج والعمرة ذكر وقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولعلك يعني أخلصتي وركزتي في أدائك هذه الشعيرة المباركة، فكانت هذه أو سيقت لك هذه البشريات في منامك يا أستاذة يا ست أم محمد.